كنت وليد اقدر اعمل سليمان. توليفه. وليد سليمان بما انك كان اول اسم اشرت اليه من النجوم اللي موجودين واللي يستحقوا ان يكون لهم دور كبير مع المنتخب، ايه تفسيرك يا كابتن ياسر لعدم الاستعانه بوليد سليمان طوال الفتره اللي فاتت؟ وليد بقاله موسمين او اكتر الناس بتقول انه كي بلاير، انه لاعب بيكون حقيقة. مفتاح الفوز لما بينزل في اي وقت في المباراه. ده حقيقي. انا السر ده او علامه الاستفهام ده يعني اعتقد المفروض كان حد من او الناس من الجهاز الفني لمنتخب مصر يطلع يرد ويقول اسباب اللي انا ما اخدش لعيب زي وليد سليمان. لعيب مميز جدا الفتره الاخيره، مش بقاله سليمان على موسمين فكره، في احسن بقاله حالاته مواسم يعني. على فكره، مش هقول لك موسم واتنين. بس السؤال ده المفروض واحد زي كابتن هاني رمزي المفروض من ضمن افراد الجهاز الفني يطلع يتكلم، هم يقولوا وجهه نظرهم ايا كانت ايه السبب. لكن ما اعتقدش اللي فيه سبب بالشكل ده، اللي لعيبه من وخاصه قوام من منتخب مصر هو قوام النادي الاهلي، يعني بيقوم من النادي الاهلي هو عشان كده. والنادي الاهلي ما شاء الله، انت بتتكلم النادي الاهلي دخل في بطوله عربيه، بطوله افريقيه ودوري وكاس، فاللعيبه مستواها ثابت، وخاصه لعيبه متواجده على طول زي احمد فتحي زي اسلام زي في كتير، انا مش عايز اقول لك، بس انا بديك اللي هم عاملين طفره او لهم ميزه في النادي لكن الاهلي. اول اسم بتفكر فيه لما تفكر في لاعب مش موجود في المنتخب يستحق انه يكون من نجوم المنتخب هو وليد سليمان. اكيد متعب، مش انا بس على فكره، مش شرط راي ناس كتير جدا، كتير اراء جدا كتير سواء جمهور او اعلام او كله او استوديوهات تحليليه كله يقول لك ازاي وليد ما بقاش موجود في المنتخب. بس برضو انا اقول لوليد سليمان خليك ماشي على اللي انت برضو في يعني اي طبعا شرف كبير ليك اللي انت تلعب مع منتخب مصر، بس برضو خليك ماشي برضو على الخطوات اللي انت ماشي عليها، تركيزك في التمرين، ثباتك في الماتشات الرسميه، ثبات المستوى ده ضروري جدا. يعني خليك شوف انت الفتره الاخيره انت ماشي ازاي، سواء بقى طبعا مش هنصح وليد طبعا ده لعيب كبير، بس برضو كل حاجه انت بتعملها كويسه بره الملعب خليك عليه. طيب